السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. موضوع فيديو النهاردة نتكلم عن مشكلة حصلت لي، تعتبر كارثة حصلت عندي في الحمام، لأني اتغيبت عن أني أطلع أتابع الحمام لمدة 5 أيام. شوف هنوري لكم إيه اللي حصل. دي الخلطة اللي انا بجيبها، دي الخلطة اللي انا بجيبها حضراتكم، اللي في الطبق ده باينة واضحة. شوف حضرتك بيضة ازاي، الغالبية فيها دورة الحمام، بيقولوا عليه الدورة العواجة، ودورة اصفر قليل على فول على بسلة على غلة قليلة جدا، يعني الغلة مش باينة فيها خالص، يعني يعتبر مش باينة فيها الغلة. لكن بيضة ازاي حضراتكم التانية اللي هم جابوها وانا غايب اهو. شوف دي صفرة ازاي اهو، نشوف الاتنين مع بعض. اللي هنا على الشمال دي معظمها غلة، غلة زائد البسلة الصفرة دي، البسلة الصفرة دي، الاتنين دول يعني تشوف الحمام تحس ان هو عامل اسهال كده، لكن هو من سبب الاكل، سبب الغلة. الغلة يا جماعة تتاكل لوحدها كارثة، هي مغذية لكن ما تتاخدش لوحدها، تعمل اسهال، الغلة بتعمل اسهال. طب شوف هنتعامل بقى مع المشكلة دي ازاي. احنا هنبعد الغلة دي لغاية ما الاسهال يروح، نبعد الغلة دي ونرجع للخلطة اللي انا جايبها تعودت عليها، نبقى نبعد دي خالص وهنرجع للي احنا بندي منها متعودين عليها، حمام متعود عليها دي، تمام. طيب دي هنعمل فيها ايه؟ مش هنرميها، لكن هنستفاد بيها، هنزودها برضو، هنجيب لها دورة حمام. شوف الغلة حضرتك كبيرة ازاي، نجيب لها دورة حمام. الغلاية الحباية ما شاء الله، يعني حبيتها غلة محترمة، لكن كلها غلة، الغالبية فيها غلة. دي نوع ارخص شوية من النوع ده، يعني ما تسترخص. هما بعتوا جابهم، هما مش عارفين انا بجيب ايه، انا ما كنتش موجود فبعتهم، يعني كتر خيرهم واكلوا الحمام يعني، بس الحمد لله انا الحق. ان شاء الله نعمل ازاي دي، هنجيب لها دورة حمام، نزودها دورة حمام ونزود لها فول وبسلة، بس مش هنحط لها بقى ايه الغلة، لان هي فيها الغلة كتير، والدورة الاصفر مش مشكلة، لكن هنزودها دورة حمام وفول وبسلة، بسلة خضراء بلاش الصفر، يعني البسلة اللي هي اللي في منها هي الاتنين ناشفين اهو. شوف الحباية دي حباية خضراء اهي، والاصفر ده كتير اهو. شوف حضرتك لو هي باينة، يا رب تبان، البسلة الصفراء والبسلة الخضراء اهو. شوف الحباية ده الفول ده، لكن اهو هنشوف دي صفرة ازاي. البسلة الخضراء دي اللي كويسة، دي البسلة الخضراء اللي هي زي كده، تمام. الصفرة دي يعني حاول تبعد عنها، والغلة الكتير، الغلة الكتير يا جماعة بتسهل الحمام كارثة، ما تأكلش غلة بس، تمام. هنشوف هنتعامل معاها ازاي المشكلة دي. طيب هنتعامل بقى مع الموضوع ده ازاي. احنا كنا عطينا دول قبل كده، قلنا ان الدواء ده ساحر، اللي هو البشري انتينال مع سيدوستين، عملنا لهم فيديو سابق، 2 فيديوهين كمان، عملت اول يوم وتاني يوم قلت لكم ان هو جاب نتيجة من اول مرة، من اول يوم بس في علاج الاسهال، تمام. يبقى انتينال وسيدوستين، هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف تحت. طيب انا هغير المضاد الحيوي ده، بس هعطي انتينال برضه 12 ساعة زي ما عملت قبل كده، وهغير في المضاد الحيوي ده برضه، هجيب ايه اخوه، هنسيب ده اهو، ده كان رخيص يعني، ده كان ب4.75 جنيه، 4.75 جنيه اهو. العلبة ما شاء الله 12 كبسولة،
سيدو 60 250. انا جبت نوع اخوه اهو ده اخوه، لكن ده اغلى شوية، تترا سيد برضو 250 و 16 قرص، بدل 12 قرص قرص هو 16 قرص، لكن ده ب 11 جنيه. انا جبت شريط ب 5.5، تمام، هو سعره اهو 11 جنيه العلبة، 12 كبسولة، 16 كبسولة، لكن ده هو ال 12، السيروستين 12 لكن ده 16 كبسولة ب 11 جنيه، تمام. يبقى هنستبعد السيروستين دلوقتي، نغير دايما نغير في الايه، في المضادات الحيوية، يبقى نشيل ده، يبقى هنعطي الاثنين دول تتراسيد وانتينال، هنقول ازاي، تمام. هذا زي ما اتفقنا العبوة دي اللي هي اللتر بتاعنا، المسقة دي هي اللتر بتاعنا، تاخد اللتر. طيب هنعمل ازاي؟ لو بدأنا بانتودين انتينال، اسف انتينال، هنحط يعني ايه 5 سنتي على اللتر. انا قلنا قبل كده ان هي فيها الغطاء بتاعها اللي هو ده، الغطاء ده اللي فيه العلامات دي، او تحط 5 سنتي بالسرنجة زي ما تحب، تمام. طيب هو انا عارف العيار كده اهو، 5 سنتي نقول هم دول، تمام، 5 سنتي حطناهم، نعطي منهم لمدة 12 ساعة كده، 12 ساعة. طيب نملى المسقة مية ونقدمها 12 ساعة من ده، نعطي 3 ايام برضه. هو الاسهال مش يعني مش يعتبرش مرضي، لكن احنا بنخاف من الاسهال لان ربما يتحول لمرض، هو نتيجة الاكل، احنا بنخاف لاحسن يتحول لمرض، فهنعطي المضاد الحيوي ده لتر 12 ساعة، وال 12 ساعة التانيين بدل ما عطينا اللي هو سيروستين، بدل ما عطينا سيروستين كبسولتين فكناهم في قلب اللتر، اللي تشوفوا الفيديو في الرابط سيبه لكم تحت الفيديو، يبقى هنعطي تتراسيد اللي هو يعتبر تتراسيكلين، او لو شفت حضرتك تتراسيكلين انا كنت اتيت منه الازازه البيطري، حضرتك شفتها قبل كده في فيديو، هسيب لكم برضو الرابط بتاع التتراسيكلين اللي هو بيطري، لكن ده تتراسيكلين بشري. هنحط برضو ازاي اهو، هنشوف، نطلع العلبه، انا جايب شريط، هناتي هنفتح قرصين، واحد وده الثاني، قرصين اهم، نعين العلبة اهو، شوف حضرتك ازاي اهو القرص، نفتح القرص اهو، فتحنا ونفضيه كده في المية، تمام، فضينا القرص في المية، نحطها كلها علشان ايه تتغسل كلها لو في قلبها حاجة اهو، تمام اهو، فتحنا يا رب واضح كده يكون واضح، نشد الكبسولة التانية، ودي ال 12 ساعة التانيين، تمام. هنستمر على كده 3 ايام ان شاء الله، ان العلاج ده يجيب معاك نتيجة من اول يوم، لكن تكمل برضو الثلاث ايام، تمام كده. عالجنا الموضوع اللي هو بسبب الكارثة اللي حصلت وانا غايب بسبب الغلة الكتير. انا كنت اتيت قبل كده للاسهال برضو، او علاج ده للسالمونيلا، او لو في اي اسهال، ده كيلو فيت برضو علاج ممتاز بيطري، لكن يعني العلاج البشري هو ارخص شوية. الناس قالت انت بتكلف قوي، احنا بنعمل لهم حاجات ارخص شوية، حاجات اللي هي البشري دي رخيصة، ده الكيس ده ب20 جنيه، وكانه بنحط معاه فلوريكول برضو، نسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف اللي تحت الفيديو، فلوريكول الازازة دي ب50 جنيه، وفي منها الصغيرة ب10 جنيه، دي ب50 والصغيره بتاعتها ب10 جنيه، اللي عايز كبيره يجيبها والصغيره يجيب، احنا كل ده بنعرف، اللي عايز يجيب كبير يجيب، اللي عايز يكلف يكلف، واللي عايز يجيب الصغيره على حسب كميه الحمام اللي عندك، طبعا هي العبوه الكبيره بتكون اوفر، وده منه برضو كيلو فيت، كيلو فيت منه كيس ب10 جنيه، تمام. يبقى ده، وده هسيب لكم الرابط بتاعه. طيب
كده يبقى عالجنا الحمام، نحط الميه. هنحط ده 12 ساعه وده 12 ساعه زي ما قلنا، نحط لهم الميه ونقدمه لهم، ده لوحده وده لوحده، ده 12 ساعه وده 12 ساعه. بس انا بوري لكم ازاي، اهو انا بوريكم ازاي هنعمل ده وبنعمل ده، بس عشان نصور الفيديو ونقول ده اللي فيها الكبسولات، والتانية اللي فيها دواء هو بيعمل كده لونه زي البرتقاني، اللي ما شافش الفيديو التاني زي عصير البرتقاني السميك اللي هو دواء الشراب اللي احنا اعطانا منه انتينال اهو. اللي ما شافش الفيديو السابق نوريله اهو الانتينال بيعمل ايه، لونه كده اهو. يا جماعة الدواء ده ساحر في علاج الاسهال زي ما قلنا. انا هديه المرة دي بسبب الاسهال اللي جه نتيجة اكل الغلة. خلي بالك كويس جدا ما تأكلش من الغلة. يبقى ده 12 ساعة ومن الكبسولات اللي هتتحط في المية برضو 12 ساعة. تمام؟ اهو. حذاري من الاكل. وبرضو هنحط لكم فيديو بتاع التغذية السليمة للحمام، هنحطها لكم في الرابط بتاع صندوق الوصف الفيديو بتاعها. كده نكون يا رب تكون استفدت من الفيديو. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، واهم حاجة اهم حاجة تفعل زر الجرس علشان يوصلك الفيديوهات الجديدة اللي هننزلها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.